ذا القارب الكبير لتوه بعد رحلة صيد ناجحة حاملاً ما يشتهيه السياح المقبلون على سكيكدا. كل شيء جديد نهزوه من هنا يدرك من الباخرة، دوك نعملوا له لا غلاس ننظموه نهزوه نديوه ان شاء الله العشية هذه الناس يجيو ان شاء الله يجيو ياكلوا ويفرحوا وياكلوا له بواسون فري 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 من البحر للمستهلك. حول الميناء تعج المطاعم بالمصطافين الراغبين في تذوق اشهى اطباق السمك الطازج. للسنة الرابعة على التوالي أتردد على هذا المكان، هي فرصة ممتعة لأتذوق هذا السمك طازج لذيذ كالعادة، أجد فيه لذة مميزة. الحوت كامل واش تحب تصيبه هنايا، ميلانج سردين وان بليس بنين. في اسطورة تنتشر مطاعم الأسماك بكثرة، وهواة أكل هذا النوع من اللحوم البيضاء يداومون على ارتياد الأماكن التي تلبي ما تشتهي أنفسهم وترضي أذواقهم. طيلة 11 شهراً أقضيها في فرنسا أنتظر بلهفة هذا الشهر لقضاء عطلة في الجزائر لأستمتع وأتذوق نكهات السمك الطازج. حقيقة الأكل رائع هنا. الأكلة المفضلة على شاطئ البحر، ونفضل هذه الأماكن لأن السمك يكون مشوي، فلذلك حتى المواد الصحية تكون فيه محافظ عليها، أحسن من لا نشتري السمك متعب ونحضره في البيت وبارفوا نقليه وهذه غير صحية. للمطبخ العنبي مكانة مرموقة في الجزائر، إذ يتضمن أصنافا تفتح شهية متناوليها، ووجبات السمك هنا مميزة لأنها مشوية على الجمر وتعزز التوابل نكهتها. نشريه ونشويه، مش يعني نزيدوا في الأسعار تاع الأسماك. الزبون يخسر يعني يخلص حق الفحم حق كذا وفضت يعني الحمد لله ساعدت الناس كل عندنا يقبل كبير. نكملوا السهريه ولازم العشاء تاعنا يكون لبرا وناكلوا الحوت بالانواع تاعو وتفوت على الكيف مع لا فامي. طهي الاسماك ببونا تجربه استثنائيه تثري التنوع الغذائي بمذاقات لذيذه. هنا بلا عندنا حوت مشوي مع سلطة وروز وليجيم مفور، وهنا ليبات تقلية صوص بيضاء بالكروفات. هكذا تعانق رائحة السمك الطازج المطهي بالتوابل سماء الليالي الصيفية تحت نسمات الهواء البحري.